مش ساعة بيروت أو لبنان تبقى الموضوع؟ دكتور، في كاميرا جابت 2 من الريست عملوا فعل فضح. هو أصلا في عندنا قد إيه كلاينتس جوه؟ هو في مين دول أصلا اللي عملوا؟ واحد بشعر والبنت شعر أصفر. النانيتا السينجر؟ أيوة. لا ما أعتقدش، ما أعتقدش كاميرا جايبها، ما أعرفش بتاع إيه، عايز حد يديها. طب اندههملي اندههملي اندهيلي بتوع سيكيورتي. هو النهارده اصلا يوم مش لطيف كده. انا تقريبا بتتكلم عليه ده خطيبك. انت معاكي خطيبك هنا اصلا؟ اه. ايه اصلا مستفز اصلا على بره دي جدا. فين اللي فاضح يعني؟ اه لو سمحت. اتفضل. مش عارفه. ايه ده انت مش هتعمل كده ليه؟ تعالي تعالي. اتفضل. ايه ده ايه ده؟ نانيتا. شفتي انفايتي النهارده قلت لك انا بروح اشوف البيست. اندهيلي يا احمد بتاع الامن من فضلك يا رنا. اللي بيراقب الكاميرات وبسرعه. انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل، ممكن حد يفهمني؟ لا هو فاهمينا قاعده تيل. شوفي لا انا اندهلك زي ما انا عايزه ده مبدئيا. ثانيا يا نانيتا انا كنت واثقه فيكي وما كنتش يعني ايه ده. هو ما حصلش حاجه على فكره. كل ده ما حصلش حاجه على فكره. استني بيقولوا ان الكاميرات عملت ايه؟ مرايه وراك كده، بص لنفسك في المرايه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. قول لي ايه الاخبار؟ بخير الحمد لله. ايه اللي شفته؟ هم دول بالفعل اللي انا لقيتهم في الكاميرات، كان في حاجه مش مظبوطه بتحصل. هو ده بتتكلم بجد؟ بالظبط. شكرا 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 يا جماعه. شكرا. اتفضل. شكرا يا رنا. اتفضلوا. دي فرحانه. عرفتوا شكرا انا فين صورتونا؟ بس ما حلو باباراتزي، ما بحبها. انت بتتصوري على انك مغنيه، مش بتتصوري عشان تعملي حاجه ثانيه، فاللي انت عملتيه ده غلط على فكره. احنا في عياده محترمه. شو حضرتك عملته ده غلط. يعني بالراحه بص لنفسك في المرايه. هذا شيء بلاني. يعني مش هتبص لنفسك، شوف شكلك عامل ازاي. طيب بالراحه. حلو شكلك. ننزل. ننزل فين بقى ان شاء الله؟ ننزل والله. لا انا هسيبكم مع بعض تتكلموا شويه عشان هرجع اشوف اذا كنت هعمل محضر ليكي ولي ولا انا هعمل ايه، لان الكاميرات دي لا انا مش عياده قليله وما ينفعش اللي بيحصل هنا. احنا عياده محترمه. اتفضل لو سمحت على اذنك. ليش هالقد مقفورين بالموضوع؟ ما بدي قلقان. اتفضلي يا فندم. تو ماتش. انت اللي تو ماتش والله. كمان ولو انا مش قادره اصدقك. هاتي بس الموبايل دلوقتي. موبايل ايه؟ هاتي الموبايل. ايه القرف اللي انت فيه ده؟ هات الموبايل بس عشان اشوف الظرف اللي احنا فيه دلوقتي. احله، احاول احله. ممكن؟ مين اللي حطينا في الظرف ده؟ مش انت؟ اخلصي. ما تتبردش عليا. اخلصي. مفيش موبايلات. اخلصي. نعم. اخلصي يا هاني. هات الموبايل. والله قعدت معاه دقيقتين خلاص بقيت اتلخبط في اسمي كمان. هات بس الموبايل ثواني. مفيش موبايلات. مفيش موبايلات يا احمد. يا ايه اخلصي. قلت لك مفيش موبايلات. ما تخلصي يا هاني. بعد اذنك. زعقلي كمان. اه زعقلي. زعقلي. ما انا اصلا انا غلطانه، اصلا انا اتخطبت لواحد زيك. ماله زيي يعني؟ والله ما تعرفش ماله زي. هو ايه اللي زيي؟ بني ادم قذر. قذر ايه؟ كنت طولي اصلا يا ماما. اه طولي؟ اه. بص لنفسك وبصي لي. يا ستي انا باصص لنفسي.